بهذه الطريقة أغلقت مدرسة العقيلة زينب في قضاء المقدادية. مجموعة من أولياء أمور الطلبة احتجاجا على قلة الكادر التدريسي وخوفا على ضياع مستقبل أبنائهم وللضغط على مديرية تربية ديالى خرجوا لإغلاق المدرسة حتى يتوفر كادر تدريسي. ارتئينا أن نسد المدرسة لحد ما يوفرون لنا كادر تربوي. سدينا المدرسة هسه بالوقت الحاضر مسدودة المدرسة، وإذا ما وفروا لنا كادر تربوي أوعدونا الأحد، وهذه من ضمن الوعود البعيدة الأمد، يومية الأحد والاثنين والثلاثة. والامتحانات قربت نصف السنة 6/2، أي ناتج ماكو، كتاب ما فاتحين، والسبب هم بتدمير أطفالنا. وبحسب الأهالي إن كادر المدرسة لا يتجاوز 4 أشخاص، وأن أغلب المواد لم يتم البدء بتدريسها رغم مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي، مطالبين الجهات المختصة لتوفير احتياجات هذه المناطق، وإلا فسوف يستمر غلق المدرسة إلى نهاية العام. في أكو دروس من بداية السنة لحد الآن هم ما فاتحيها ولا قارين بيها، زين هذا شلون راح يقرب نهاية السنة؟ ونطالب انه يدزوننا كادر ثانوية العقيلة زينب، نطالب انه يدزوننا كادر تربوي للعقيلة زينب، لان ماكو كادر. المديرة وياها 2 أو 3 وش يسوون؟ مديرية تربية ديالى من جانبها نسبت عددا من الكوادر التدريسية لسد الشاغر بعد اغلاق المدرسة، مؤكدين على أحقية الأهالي بهذا التصرف، فيما وجهت تربية المقدادية بتنفيذ الأمر الصادر لتفادي تطور الأمور في هذه المنطقة. نسبنا لها 9 مدرسات وبمختلف الاختصاصات، ولا يوجد شاغر الآن في هذه الثانوية، واللي حصل من حق الأهالي أنه طلابهم وأبنائهم بلا تدريس وبلا تعليم. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.